أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في بعض الأشرطة لطلاب العلم ذكر لقصص بعض الذين وقعوا في الزنا من غير ذكر اسم لهم، فهل يجوز ذكرها من باب العبرة والتذكرة؟ هذا يدخل في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز ذكر هذه الأمور في المسلمين. نعم.